بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة إن شاء الله ميعادنا مع المحاضرة رقم 4 من محاضرات الفلاتر. المحاضرة اللي فاتت الحمد لله بدأنا نكتب أول كود في لغة البرمجة دارت، لكن طبعا اللي أنا متأكد منه إن حضرتك أول ما شغلت البرنامج الخاص بالأندرويد ستوديو في المحاضرة اللي قبل اللي فاتت، طبعا انت ما شفتش الايميليتور اللي هو الفيرتشوال ديفايس ولا اشتغلت عليه. فانا قلت لك المرة اللي قبل اللي فاتت لو تفتكر انك انت لو شغلت الاندرويد ستوديو ورحت عملت ابلكيشن، احنا عملنا ابلكيشن وبدأنا نفتح ملف المين، انا لسه فاكر ان انا قلت لك هتروح على الديفايس مانجر من هنا، او ممكن تقول له انا عايز تولز وعايز ديفايس مانجر من هنا، كان اسمه في الاصدارات اللي قبل كده اسمه AVD. فهروح افتح الديفايس مانجر، وطبعا احنا عملنا فيرتشوال ديفايس كان اسمه بيكسل 2 على الاي بي اي كام 30. كل اللي انت هتعمله هتشغل البرنامج من هنا، هتشغل الاي في دي ان ذا ايميليتور من هنا، فهو هيقول لك هيشتغل عادي ما فيش اي مشاكل خالص. لكن في بعض الناس الاجهزه بتاعتهم تقدر تقول انها بطيئه، بس هنفترض انك انت شغلته خلاص من هنا، فلازم يظهر لك هنا اسم الديفايس، هنا بيقول لك نو ديفايس سيلكتد. يعني لو انت عملت الحركه دي وقلت له عايز اعمل لانش او عايز اشغل الاي في دي من هنا، كل اللي هيعمله هيظهر لك هنا اسم الايه الاي في دي، اسم الفيرتشوال ديفايس بتاعك. طبعا لازم تكون فاتح ملف المين. ملف المين بفتحه منين؟ من اللايبرري اهو، ملف المين اهو. وبعدين اروح اعمل ران للابليكيشن من هنا، هيشتغل معاك. في بعض الناس للاسف عندهم مشاكل في موضوع بطء الجهاز، ففي حل بديل. ايه الحل البديل؟ ان انا بدل ما اشغل الاتنين مع بعض من نفس البروجرام اللي هو الاندرويد ستوديو، لا اشغل الفيرتشوال ديفايس على الاندرويد ستوديو، يعني اجيبه من الاندرويد ستوديو وبعد كده اروح اشتغل بالبرنامج بتاع المحاضرة اللي فاتت اللي هو برنامج الفيجوال ستوديو. طيب ما تيجي كده نعمل فولدر كده ونحط فيه البروجكت بتاعتنا، وليكن مثلا هنا هقول له ان دي عباره عن فلاتر بروجكت او فلاتر اندر سكور بروجكت، هو ده الفولدر اللي انا هحط فيه الشغل بتاعي. يبقى احنا عندنا فولدر كان اسمه دارت بروجكت اهو، وعندي فلاتر بروجكت. تعالى كده نديله كده شكل مميز، كليك يمين واجيب الخصائص بتاعته، وبعدين اجيب كاستمايز، وبعدين اديله اي لون وليكن اي لون مش هيفرق، بس انا ايه عايز اميزه يعني كده تمام. طب انت عايز تعمل ايه؟ انا عايز استفيد بالاي في دي الفيرتشوال ديفايس. خلاص بسيطه جدا، قول له عايز فايل وقول له هعمل كلوز للبروجكت ده اللي كان مفتوح معايا قبل كده. طب لو حبيت افتحه تاني اهو موجود اهو هنا، او ممكن تقول له عايز اوبن بروجكت، فيقول لك موجود فين؟ ما انت عارف البروجكت بتاعك موجود فين؟ موجود على السي، موجود على اليوزرز، وبعدين هروح على الاسم بتاع اليوزر بتاعي، هروح ادور على الاستوديو بروجكت، مفيش غير البروجكت بتاعي اللي هو الايه؟ الاب تيست ده، واروح اعمل له عمليه ران لو انت عايز تفتحه. فدي الطريقه اللي انت ممكن تفتح بيها اي بروجكت موجود عندك على الجهاز لو انت عارف مكانه. طبعا انا بدل ما اروح لكل المشوار ده خليت الايه البروجكت بتاعي موجود على الديسكتوب وفاضي اهو، اسمه فلاتر بروجكت. طب عايز اكريت بروجكت جديد، عندي اكتر من طريقه. هقول له نيو فلاتر بروجكت، دي الطريقه اللي احنا اتعلمناها مع بعض صح؟ وبعدين هقول له عايز فلاتر وعايز سي سورس فلاتر ده الاس دي كي، وبعدين هقول له نيكست، وبعدين هدي اسم للبروجكت بتاعي صح كده. بس هنا هيخلي الشغل بتاعي فين؟ على السي، على يوزرز، على انج شريف ستوديو بروجكتس، ده اسم البروجكت بتاعي اللي احنا اتفقنا هنخليه فين؟ هنخليه على الديسكتوب. يبقى هروح على السي، على يوزرز، على اسمي، واروح ادور على الديسكتوب وادور على الفولدر بتاعي اسمه فلاتر ايه؟ فلاتر بروجكتس. هو ده اللي هحط فيه الشغل بتاعي لو انت عايز تحط شغلك هنا وفي الاخر تقول له فينش. تعالى مثلا نعمل مثلا الشغل بتاعنا وليكن هنعمل بروجكت نسميه مثلا تيست او نسميه جاردن اي اسم.
جاردن اهو. يبقى جاردن ده عباره عن بروجكت موجود فين؟ في الفلاتر بروجكت. وبعدين طبعا خلاص طالما انت خلصت ممكن تسميه هنا الديسكريبشن بتاعه، تديله نفس الاسم زي ما انت عايز، واقول له ايه فينش. اهم حاجه تتاكد لي ان هو موجود فين؟ في الفلاتر بروجكت. اقول له فينش، يبدا طبعا يفتح لي مين؟ يفتح لي البروجكت بتاعي ويعمل له كرييت في المكان اللي انا قلت له عليه. طب انت قلت له فين؟ هنا بيعمل كرييت للفلاتر بروجكت. لو تفتكر انا قلت له المكان بتاعي هيكون في المكان ده، في الفولدر ده، فهاجي كده في الفولدر ده المفروض ان هو هنا هيعمل ايه؟ هيعمل عمليه كرييت. فعلا كان فولدر فاضي، بدا يعمل كرييت لمين؟ للملفات اللي انا محتاجها. هي دي كل الملفات بتاعتي بما فيها الفولدر بتاع اللايبرري اللي هو فيه ملف المين اللي احنا اتفقنا عليه. يبقى دي الطريقه اللي من خلالها بروح اعمل ايه؟ اعمل بروجكت جديد. طيب انا برضو لسه ما زلت في السؤال المهم، انا عايز اشغل الاي في دي وجهازي بطيء، لازم اشغله من هنا. طبعا هقفل المين من هنا وهقفل ده واروح افتح اللايبرري من هنا. لازم اشغل الاي في دي من هنا؟ قال لك لا. قول له فايل وقول له كلوز بروجكت. احنا كده عرفنا الطريقه الاولى. طبعا ممكن اروح امسح الكلام ده، دي الريسنت فايلز، اروح امسح الكلام ده اعمل له ريموف لو انا عايز. اقول له عايز اعمل ريموف من هنا واعمل ريموف من هنا، بس ده مش معناه ان الملف اتعمل له ريموف بدليل، او البروجكت اتعمل له ريموف بدليل. افتح ده هتلاقي الشغل بتاعك كله موجود هنا. ممكن بقى اروح اعمل له ايه؟ اعمل له ديليت. وكمان لو رحت على السي ورحت او على السي اهو ورحت على اليوزرز، على اليوزر بتاعك ايا كان بقى اسمه، وبعدين رحت على الاستوديو بروجيكتس، هتلاقي الايه؟ الاب تيست اللي احنا عملناه في المحاضره قبل اللي فاتت، ممكن اعمل له برده ديليت. امال انت بتقول لي في طريقه ثانيه؟ في طريقه ثانيه. الاول قبل ما اقول لك الطريقه الثانيه، تعالى كده نعمل حركه حلوه مع بعض، نروح نشغل الاي في دي من غير ما نشغل اندرويد ستوديو. ازاي؟ انت كده في المكان بتاع الاندرويد ستوديو اهو، يا اما تعمل بروجكت جديد، يا اما تعمل فلاتر بروجكت جديد، يا اما تعمل اوبن لبروجكت جديد، ده اللي احنا خدناه لحد الان، يا اما تشغل البلاجنز لو انت عندك بلاجنز ناقصه ولا حاجه. لا، انا هروح على البروجكت واضغط على الثلاث نقط دول واقول له عايز مين؟ عايز الفيرتشوال ديفايس مانجر. ركز بقى في الحته ديت عشان انا كده مش محتاج لمين؟ للاندرويد ستوديو. هقول له عايز الفيرتشوال ديفايس مانجر، هيقول لي هو ده؟ هل ينفع اقفل الصفحه اللي ورا؟ تعال نجرب كده. قفلت كله للاسف، يبقى ما تقفلهاش. يبقى افتح تاني الاندرويد ستوديو. لما جيت قفلت الصفحه اللي ورا قفل الاثنين، ما فيش اي مشاكل خالص لحد الان، انا كده ايه شغال تمام. بس اروح افتح نفس الخطوات تاني من جديد واخلي بقى الصفحه اللي ورا لحد لما افتح الاي في دي. اهو هقول له انا عايز البروجكتس بتاعتي، في حاجه هنا اسمها مور اكشنز، عايز الفيرتشوال ديفايس مانجر من هنا. هروح اشغل مين؟ البيكسل تول اللي احنا شغلناه قبل كده، هروح اشغله اهو. فيبدا يعمل عمليه لانشنج للايميليتور، يشغله يعني، يستارت الاي في دي الفيرتشوال ديفايس بتاعي، اندرويد فيرتشوال ديفايس، يبدا يشغله. هيكون عباره عن موبايل. طبعا ممكن بقى طالما احنا بنقفل الكلام ده بيعمل لنا مشاكل، ممكن نعمل له ايه؟ نعمل له مينيمايز تحت، ما فيش اي مشاكل خالص. يبقى ده الموبايل بتاعك. وزي ما اتفقنا اول ما بنشغل الموبايل على السوفت وير اللي احنا كنا شغلناه قبل كده اللي هو المين دوت دارت، المفروض يطلع لك كاونتر. طب لو ما طلعليش كاونتر، يلا بينا نشوف موضوع الكاونتر ده. انا كده ما عنديش، خلي بالك لحد هذه اللحظه ما عنديش اي بروجكت. طب ازاي اعمل بروجكت؟ قلنا على الطريقه الاولى بتاعه الاندرويد ستوديو. هل عندك طريقه ثانيه؟ ايوه، روح افتح السي ام دي، روح افتح السي ام دي من هنا. طبعا اهو زي ما بقول لك الكاونتر المفروض يفتح معاك لما تيجي تشغل البرنامج بعد لما تعمل ران. طبعا تضغط على علامه الزائد، المفروض ان هو ايه؟ يزود لك الايه؟ الكاونتر ده، يخلي الكاونتر يزيد. لكن طبعا احنا هنشغل الكلام ده. يهمني دلوقتي اروح بس افتح السي ام دي، هقول له عايز السي ام دي من هنا، سي ام دي اهو. الكاونتر زي ما انت شايف شغال اهو، عمال يعد، بس طبعا كان في بطء في الجهاز يعني. هقول له
عايز السي ام دي للكوماند برومبت هروح اجيبه كده واجرب ان انا اعمل بيه كرييت لبروجكت. بس طبعا هيسالك المكان فين. انت عايز تعمل البروجكت بتاعك على السي، على يوزرز، على انج شريف، ده اليوزر بتاعك، قول له لا سي دي نقطتين وارجع خطوه لورا، سي دي نقطتين وارجع خطوه لورا، انتر. يبقى انت كده بترجع لمين؟ للروت الاساسي بتاعك، بترجع للروت الاساسي بتاعك. طيب هل ينفع ان انا اروح تاني على اليوزرز؟ اه، سي دي مسافه واقول له عايز يوزرز. اه هنا اسف، سي دي مش يو دي، سي دي روح على اليوزرز وداك على اليوزرز. ينفع ترجع تاني الانج اس اتش؟ اه، قول له سي دي انج اس اتش. يبقى انا كده اقدر ارجع بظهري زي ما انت شفت، رجعت من الانج شريف لحد السي، او ممكن اروح لها تاني. يبقى سي دي نقطتين بيرجعك خطوه لورا، سي دي اسم الدايركتوري يوديك فيه او اسم الفولدر يوديك فيه. لو قلت له سي ال اس يعمل لك كلير للسكرين، يعمل لك كلير للسكرين. طب انت دلوقتي عايز ايه؟ انا عايز اروح على الفولدر ده. طب الفولدر ده اسمه ايه؟ والله الفولدر ده اسمه فلاتر بروجكت. موجود فين؟ موجود على الديسكتوب. طب انا دلوقتي داخل انج شريف، عايز اعرف فين الديسكتوب بتاعه، بقول له داير. داير يعني ايه؟ دايركتوري. فقال لك في الدايركتوري حاجات كتيره جدا، في عندي ديسكتوب ودوكيمنتس وغيره. طب انا عايز اروح للديسكتوب، يبقى سي دي ديسكتوب. طب انا عايز اعرف الديسكتوب فيه ايه، هقول له دايركتوري، انتر. هيجيب لي مين؟ هيجيب لي الحاجات اللي موجوده داخل الديسكتوب. والله عندك هنا دارت بروجكت وفلاتر كورس وغيره وغيره، انا عايز فلاتر اندرسكور بروجكت، فاقول له سي دي مسافه فلاتر اندرسكور بروجكت بالمنظر ده، وداني فين؟ في الفلاتر اندرسكور بروجكت. طبعا ممكن امسح اللي فات كله، اقول له سي ال اس كلير للسكرين. يبقى انا كده الحمد لله اصبحت فين؟ موجود هنا دلوقتي، بس بنظام الدوس اللي هو النظام القديم قوي. طب انت عايز تعمل ايه؟ عايز اكرييت بروجكت هنا، هقول له فلاتر كرييت وادي له اسم الايه؟ البروجكت بتاعي، وليكن مثلا جاردن زي ما احنا قلنا، واقول له انتر. المفروض يبدا يكرييت بروجكت بالفلاتر واسمه جاردن، او بيكرييت الايه؟ البروجكت بتاعك اللي انت كنت فعلا عايز تعمله. فده امر سهل جدا، ما فيهوش اي حاجه خالص. وهنا بيبدا يقول لك لو انت حبيت تروح على الجاردن عن طريق السي دي، فاقول له سي دي وعايز اروح على الجاردن. طبعا لو انا شغال صح المفروض ايه؟ اروح الاقي الفولدر ده فيه ملفات، فعلا الفولدر ده فيه جاردن اهو، وفي الملفات بتاعه الجاردن. والميزه الحلوه كمان عمل لك فولدر باسم البروجكت بتاعك، حجمه 288 كيلو. طيب جميل جدا. هل ينفع بقى ان انا اشغله؟ اه عادي جدا. اشغله ازاي؟ مش هو ده الايميليتور بتاعك؟ اه، بيقول لك روح اعمل فلاتر رن، فلاتر رن لمين؟ ما هو انت واقف في الجاردن، فيروح يشغل لك مين؟ يشغل لك الجاردن بتاعتك. طبعا الموضوع بياخد شويه وقت علشان يشغل الابلكيشن. طبعا هتقولي طب انا عايز اعدل في الكود. حاضر، اخليك تعدل في الكود، بس هتعدل في الكود منين؟ من هنا؟ لا، هتعدل في الكود من الفيجوال ستوديو، لانه زي ما اتفقنا انا عايز ابعد شويه على الاندرويد ستوديو. الاندرويد ستوديو فيه عيب يا جماعه، لو انت جهازك سريع خلاص الدنيا حلو. فانا عايز ابعد شويه عن الاندرويد ستوديو، وابدا بقى اشتغل الفلاتر من خلال مين؟ من خلال الفيجوال ستوديو. عشان كده اشتغلت اندر دوس زي ما انت شايف بالكوماند برومبت. طبعا هياخد منك شويه وقت، بس انا طبعا حريص ان انا اخليه ياخد الوقت بتاعه، وكمان اتفرج ايه اللي هيحصل. يا ترى ايه اللي هيحصل هنا؟ هو ده اللي انا عايزه. فانا منتظر، ما عنديش اي مشاكل خالص. فرصه كمان نقرا الايه؟ الاوامر اللي هتظهر، او الحاجات اللي هتظهر لي لو في ايرور ولا حاجه، اقدر اعرف الايرور اللي هيظهر. بس ان شاء الله ما فيش اي ايرورز. بيقول لك ده اسم الديفايس بتاعك، تمام، وبيبدا يعمل له عمليه ايه؟ عمليه رن. هياخد بس كده دقايق كده معدوده. بس على فكره نظام الدوس هنا بيكون اسرع بكتير جدا، اللي هو فكره الكوماند برومبت
بيكون اسرع كتير جدا من الفكره اللي انا اروح اران البروجكت من اعلى الايه الاندرويد استوديو. المفروض الاخضر ده يروح تمام ويجيب لك الكاونتر من اول صفر، يكون هنا تقريبا لونه بلو تقريبا لانه بروجكت لسه جديد. وفرصه كمان ممكن نعمل حركه حلوه قوي، ممكن اروح افتح الفيجوال استوديو واقول له عايزك بقى تفتح لي الكود بتاع ملف الجاردن ده علشان اروح اعمل ايه، اروح يعني اعدل فيه. يبقى انا اعلمك ازاي تعدل وازاي كمان تشغل مين، تشغل الابلكيشن بتاعك، تخش عليه او بالسي دي اسم الابلكيشن او اسم الفولدر، او تعمل له ران من خلال الايه الفلاتر ران تمام اللي احنا كتبناه من شويه، فلاتر مسافه ران. فطبعا دلوقتي المفروض يفتح لي مين، يفتح لي الاندرويد اسف الفيجوال ستوديو. لحظات بس هيفتح. اكيد ده طبعا بيستهلك من الميموري يعني فبياخد وقت يعني. عايز اقول لك على حاجه، انت بعد كده مش هتعمل اي حاجه خالص، يعني بعد كده مش هتعمل الحركه دي تاني. في ناس معتقده معايا للاسف طبعا ان كل مره لما يجي يعدل في الكود هياخد كل الوقت ده، لا خالص. في حاجة اسمها هوت ريلود، يعني في فرق ما بين الفلاتر مسافة ران والهوت ريلود. الفلاتر ران ده لما تيجي تشغل ابلكيشن أول مرة، أو أول مرة بشغل ابلكيشن الدنيا بتبقى بطيئة شوية تمام، لكن بعد كده خلاص أي تعديل بتعمله بتعمل حاجة اسمها هوت ريلود، بتعملها بحرف الآر، سهلة جدا. الفيجوال ستوديو، الفيجوال ستوديو كود فتح معايا اهو. طبعا لازم اروح افتح نفس البروجكت اللي موجود عندي على الديسكتوب، خلي بالك بقى يعني اروح افتح البروجكت ده اللي اسمه فلاتر اندرسكور بروجكتس وادخل جواه واروح افتح الجاردن. جميل جدا. هتعمل الكلام ده ازاي؟ اهو عادي جدا، لو هو فتح لك على اي بروجكت قديم عادي جدا ممكن تقف عليه وتقفله، لكن ما فتحش على حاجه، بيقول لك جيت ستارتد ولا اي حاجه. طب لو كان فتح فعلا على بروجكت قديم ولا اي حاجه خالص، كل اللي هتعمله تقول له بس فايل اهو، تقول له فايل وتقول له اوبن ايه، اوبن فولدر، او من هنا من اللي جيت ستارتد اهو، اوبن فولدر من هنا اهو، سهل. يبقى فايل اوبن فولدر، اوبن فولدر من هنا، الاثنين زي بعض. هيسالك بقى سؤال مهم جدا، فين الفولدر اللي انت عايز تعمل له اوبن؟ ما هو موجود عندك على الديسكتوب اهو، والفولدر بتاعنا اعطينا له شكل مميز اهو، فلاتر بروجكتس واسمه جاردن. هروح اعمل له سيلكت، هيفتح ويفتح لك معاه الملف المهم جدا اللي اسمه ملف المين اللي موجود في اللايبرري. يجي واحد يقول لي طب وانا بقى لما اجي اعدل معلش بقى لازم افتح السي ام دي واكتب كل الاوامر اللي انت كتبتها؟ لا خالص، هقول لك على طريقه اسهل من كده بكتير. بس يفتح اهو، الحمد لله فتح. قول له عايز اللايبرري، عايز المين دوت دارت، عايز بقى ايه؟ عايز اروح اشغل البروجكت بتاعي. المسألة سهلة جدا، قول له بس عايز فيو وعايز التيرمينال اهو، فيو تيرمينال. مش انت معاك الديفايس بتاعك اهو، فين الموبايل بتاعك؟ راح فين الموبايل اهو، الموبايل اهو. بص كل اللي حضرتك هتعمله، الموبايل اهو، كل اللي انت هتعمله هتيجي بس هنا اول بس ما التيرمينال تفتح، كل اللي حضرتك هتعمله بس يفتح بس التيرمينال، لسه بيلود. هو طبعا حاسس ان في تيرمينال مفتوحه ولا حاجه، لما ده يخلص بس هقفلها واكتب داخل التيرمينال، اكتب نفس الامر فلاتر فلاتر مسافه ران بس. فلسه التيرمينال مالها مشغوله يعني، هو حاسس ان التيرمينال مشغوله فعشان كده مش عارف يفتح، او يعني بص مش قادر يكونكت يعني. ماشي سيبها دلوقتي، كلوز كلوز دلوقتي واقفل ده، وبعد لما ده يخلص ممكن افتح التيرمينال بقى منين؟ من البرنامج بتاع الفيجوال ستوديو كود. يبقى عايزين نشغل ده ونروح بس نبص ايه اللي هيحصل هنا، ننتظر ثواني وهخليك تعمل نفس الحركه من خلال الفيجوال ستوديو كود.
انا ممكن بس اوقف البرنامج لحد لما يعني الوقت ده يخلص، لان طبعا بياخد وقت. اوقف بس البرنامج لحظات بس بسيطة. فعلا زي ما توقعت اخد حوالي تقريبا 5 دقايق يعني او اقل، يعني حسب سرعة الجهاز عندك. زي ما انت شايف الكاونتر اهو بقى صفر، وطلع لك ده بيسموه الاب بار لونه بلو يعني، وده بيسموه الفلوتنج اكشن بوتون لونه برضو بلو. لو ضغطت كده عليه المفروض ان هو بيزود لك العداد 1 2 3. هتقول لي طيب انا دلوقتي عايز اروح اعمل هوت ريلود، ما هو انت دلوقتي ما عملتش اي تعديلات. طب انا دلوقتي لو عايز اعمل هوت ريلود هعملها ازاي؟ عن طريق حرف الايه، الار. الار هيعمل لك ايه؟ هوت ريلود. عايز تعمل هوت ريستارت يعني تعمل ريستارت الابليكيشن وتشغله من جديد، حرف الار بس ايه، بس كابيتال. عايز تطلع دوس على حرف الكيو. طبعا في حاجات بقى كتيره، انا بقول لك بس على الايه، على الاختصارات. يبقى انا ممكن اشتغل بالتيرمينال دي، ما فيش اي مشكله خالص، وممكن اقفل ديت واروح اشتغل بمين، اشتغل بالتيرمينال بتاعت البرنامج نفسه بتاع الايه، الفيجوال ستوديو كود. كل اللي انت هتعمله هتقول له بس انا عايز فيو وعايز التيرمينال. طبعا بعد لما قفلت التيرمينال التانيه هقول له عايز تيرمينال، ففتح لك التيرمينال اهو زي ما انت شايف. اه الدنيا كده سليمه وتمام. طبعا المفترض ان انا بقى ايه، مشغل مين، انا مشغل الموبايل بتاعي جنب مني اهو، واجي بقى عايز اعمل ران. بس قبل ما تعمل ران كده تعال نعمل حاجه كده بسيطه عشان نتاكد ان احنا شغالين صح. مش ده الابليكيشن بتاعك وانت فاتح المين، فاتح ملف المين اهو، ملف المين دوت دارت. تعال بس كده اعمل اي تعديل، اي تعديل وليكن بسيط عشان خاطر تتاكد. التايتل انا اسمه ايه، فلاتر ديمو هوم بيج. دور عليه فين، فلاتر هي اهو، فلاتر ديمو هوم بيج. دور عليه كده وروح ايه، الغيه، الغي الكلام ده كده اهو، وهكتب بين اتنين سنجل كوت، هكتب مثلا جاردن اللي هو الاسم اللي احنا اتفقنا عليه من البدايه، اسم الابليكيشن. خلاص كده جاردن اهو. طب عايز ايه كمان؟ والله عايز اغير لون البلو ده. دور لي على كلمه بلو. فين كلمة بلو؟ هتلاقيها في السيمز اهي، ادي السيمز بتاعتي وادي بلو. خليها مثلا اورنج، اورنج اهي. يبقى انا غيرت مين؟ غيرت السيمز بتاعتي خليتها اورنج. يبقى التايتل هنا المفروض هيظهر هنا كلمة جاردن، خلي حرف الجي كابيتال، وكمان هيظهر اللون بتاعي هيكون اورنج. يبقى انا فاضل بس اعمل ايه؟ لو ما كانش عندي التيرمينال مفتوحة او ارجع تاني هقول له عايز فيو عايز تيرمينال، وبعدين طبعا اروح بقى كده بس اوسع بس المسافه كده لنفسي. هاجي بقى هنا واروح اعمل ايه؟ خلاص ما انت داخل الجاردن، خلي بالك يعني هتوفر على نفسك الخطوات اللي انا قلت لك عليها من شويه. انا بقول لك بس على كل الطرق وحضرتك بقى ايه تختار اللي انت عايزه. هقول له فلاتر مسافه رن، واروح بقى استنى كده شويه هيروح يعمل ايه؟ هيروح يشغل لك الايه؟ البرنامج. يبقى انت بقى من هنا الموضوع هيبقى سهل جدا. ليه؟ لانك انت كل اللي انت هتعمله بعد شويه هتعدل. طب عدلت هروح اعمل بقى فلاتر ران؟ لا خلاص بقى، انا قلت لك هتعمل هوت ريلود. عايز تعمل هوت ريلود، عايز تعمل هوت ريستارت، يبقى تشتغل بالار سمول او تشتغل بالار كابيتال. بدليل بعد شويه كده بعد لما الايه، الابلكيشن يشتغل لحظات بس كده، هخليك تغير اي حاجه تانية. يعني ممكن بدل ما تخلي مثلا الكاونتر بيشتغل بيعد 1 بس في كل ضغطه على الفلوتنج اكشن بوتون ده، الزرار ده، لا ممكن تخليه يعد عدتين. طب تعال ندور على الكلام ده لحد لما ايه، الكود يشتغل عشان نبقى عاملين حسابنا. فين الجزء بتاع الكاونتر؟ تعال ندور عليه. هنا بيعمل كاونتر بلس بلس اسمه اندر سكور كاونتر. ده مين؟ ده المتغير. طبعا هو معرفه فوق، يعني انت لو طلعت كده فوق هتلاقي فيه تعريف للمتغير، تعريف للفاريبل. اهو معرف متغير، المتغير ده انتجر، متغير عدد صحيح، بيساوي كام؟ بيساوي 0. طبعا انت ممكن تخلي الانيشاليزيشن بتاعه يبدا من رقم معين، انت حر. بس انا دلوقتي كل اللي عايز اعمله، عايز بدل ما اخليه بلس بلس اللي هو بري انكريمنت، اسف بوست انكريمنت، لا ممكن اخليه يكون بيشتغل مثلا بيعد عدتين او ثلاثه في الايه، في الضغطه الواحده. هنعمل طبعا الكلام ده بعد لما نشوف ايه التعديلات اللي احنا عملناها. يعني المفترض دلوقتي قلنا ده هيكون اورنج،
وده كمان هيكون اورنج، وهيتكتب فوق كلمة جاردن. فاحنا بانتظار الايه التعديلات. ممكن طبعا اوقف الايه التسجيل لحظات. طيب دلوقتي الحمد لله البرنامج اشتغل، يعني اخد له برضو دقايق معدودة حسب سرعة الجهاز بتاعتك، وزي ما توقعنا الحمد لله بدون اي مشاكل الجاردن ظهرت اهي، وكمان ظهر لي اللون الاورنج سواء هنا او هنا. طبعا لو ضغطت على الكاونتر، الكاونتر بيزود واحد كل مرة. اتفقنا على حاجتين هنعملهم، ممكن نغير اللون دلوقتي لو احنا عايزين، ونغير الكلمة ديت، ونغير كمان الكاونتر. يبقى ثلاث حاجات. هقول له الكاونتر ده هو عبارة عن الكاونتر underscore كاونتر مثلا بلاس 2. يبقى انا كده بزود على الكاونتر كام؟ بزود على الكاونتر 2 في كل عدة، في كل مرة، او خليها 3 عشان تبان، خليها 3. يبقى ده اول تغيير هعمله. تاني حاجة هروح على اللون الاورنج. طبعا مش لازم يبدأ من صفر، ممكن يبدأ من 3 لو انت عايز العداد يبدأ من 3، ده الانيشاليزيشن بتاعه. يبقى الكاونتر هيبدأ من كام؟ من 3. انا بس بوريك ان البرنامج اشتغل وبدون اي مشاكل. طبعا هنشرح الكلام ده بالتفصيل عشان محدش يقول لي ازاي بتزود الكاونتر ويعني ايه متغير. ده متغير اسمه كاونتر، وعملت له انيشاليزيشن يعني قيمه مبدئيه ب3، وهنا بزوده، بزود على الكاونتر 3. يبقى كل مره هيبقى 3 6 9 وهكذا، وهيبدا ب3. الحاجه الثانيه عايزين نغير كلمه جاردن، بدل كلمه جاردن هكتب مثلا فيرست بروجكت. كمان عايز الاورنج دي مثلا تبقى لون تاني، وليكن مثلا لون اي حاجة، خليها جرين، خليها لون جرين. طبعا هو بيكمل لك ده كويس جدا. يبقى انت كده تمام. ممكن طبعا تروح على طول تقف هنا بقى وتضغط على مين. احنا اتفقنا ان عندي حرف، لو رحت سحبت كده التيرمينال بعد لما زبطنا الدنيا، عندي حرف الار العادية هوت ريلود، والار الكابيتال الار سمول هوت ريلود، والار كابيتال هوت ريستارت. انا كل اللي محتاجه بس ايه ار سمول عادية عشان يعمل هوت ريلود بسرعه. طبعا هتلاحظ التعديلات في ثواني اهو، ده اللي انا عايز اقول لك عليه. فاستحمل بس الخمس دقائق بتوع عمليه الرن، وبعد كده كل حاجه زي ما انت شايف سهله بدون اي مشاكل خالص. البرنامج شغال الحمد لله وما عندناش اي مشاكل. طبعا المحاضره الجايه مش هنشتغل في لاتر على طول، هنرجع تاني نكمل شغلنا. يعني اقول له عايز فايل، واقول له هقفل بقى المشروع دوت اهو، اروح مثلا اعمل اوبن لفولدر، واروح افتح مين بقى؟ اروح افتح من على الديسكتوب الملف بتاعي بتاع الدارت من هنا. هروح اسلكت الفولدر بتاع الدارت بروجكت، هلاقي طبعا في ملف انتوا عارفينه اللي هو الملف بتاع التست. فالمفروض ده هيقفل. طبعا هو حتى لو ما قفلش انت ممكن تروح تقول له فايل وايه وكلوز، اهو خلاص هو كده قفل. ونكمل بقى المحاضره الجايه الجزء بتاع لو انت تفتكر الفيرست بروجكت بتاع مين، بتاع الايه البرنت، برنت ويلكم. هقول له بس ران من هنا يبدا يشتغل، يقول لي ويلكم تو ايه تو دارت، عشان طبعا لازم نتعلم الاول لغه الدارت، بعد كده نروح بقى نشتغل على مين، على الفلاتر. بكده بقى تكون انتهت محاضرتنا النهارده. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.